ما هو التحدي الذي أمام هانز فليك بعد المباريات الملحمية السابقة؟ سؤال بيسأله كل مشجع لبرشلونة، هانز فليك هيعمل إيه في المباريات اللي جاية؟ والسؤال الأصح إن بعد الفوز على إشبيلية، بعد الفوز على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وبعد الفوز على ريال مدريد 4-0 واكتساحهم وفرقهم ب6 نقاط مع عودة المصابين اللي كانوا بيتمثلوا في فرانك ديونج، واللي كانوا بيتمثلوا في بابلو تشافي، واللي كانوا بيتمثلوا في داني أولمو، كل اللعيبة دي هي حجر أساس في مشروع برشلونة من اللعيبة الأساسية، لكن أصبح عند هانز فليك دلوقتي قطعة لا يمكن الاستغناء عنه، وهو كاسادو. كاسادو لاعب لا يمكن الاستغناء عنه إطلاقا، وفي نفس الوقت فرانك ديونج لاعب لا يمكن الاستغناء عنه، لان ديونج نزل في مباراه بايرن، برشلونه استحوذ كليا على المباراه، نزل في مباراه ريال مدريد برشلونه سيطر بالطول وبالعرض على مباراه ريال مدريد، واكتسح ريال مدريد في الشوط الثاني بنتيجه 4-0 بدون رحمه وبدون النظر لتاريخ ريال مدريد اللي بيقولوا عليه مشرف في دوري ابطال اوروبا، وان ريال مدريد بيرجع من بعيد، لكن برشلونه الكلام ده ما يمشيش معاه اطلاقا. برشلونه هو برشلونه اللي بيتمثل في لاماسيا، فازاي تركيبه خط الوسط او ازاي شكل الفريق هيكون بعد عوده المصابين؟ تعال انا بقى اقول لك الدنيا هتمشي ازاي في المباراه اللي جايه. طبعا خط الدفاع مع اصابه كريستينسن، اصابه اراوخو فلسه مكملش، وفي غيابات في خط الدفاع، فخط الدفاع عندنا هيفضل زي ما هو، وفي نفس الوقت برضه حراسه المرمى لان تشيزني لسه مش جاهز، وانياكي بينيا بدا يدي بوادر جميله لحراسه مرمى برشلونه بالاداء اللي عمله امام ريال مدريد. فحراسه المرمى برشلونه هتتمثل في انياكي بينيا. خط الدفاع الرباعي هيكون زي ما هو، عباره عن كوندي، مارتينيز، كوبارسي، واليخاندرو بالدي. خط الوسط ده بقى هي الملحمه بالنسبه لهانز فليك. لاعب كاسادو اللي دبابه في خط الوسط واللي كساحه الغام حرفيا، ولا هنزل فرانكي ديونج علشان يسيطر لي على الملعب ويديني ريتم ويديني برضه اداء كويس، ولا هخرج بدري؟ المعضله الوحيده هنا والكلمه الوحيده اللي هنتفق عليها كلنا ان بدري هو اللاعب الوحيد اللي مش هيخرج من الملعب الا اذا في حاله مداوره او في حاله راحه اللاعب فقط. بدري هو القطعة الوحيدة التي لا يمكن الاستغناء عنها في خط وسط برشلونة بأي شكل من الأشكال. هتبدل كاسادو، هتبدل فيرمين لوبيز، هتبدل داني أولمو، هتبدل فرانكي ديونج، هتبدل جافي، هتبدل أي حد، كل دول يعملوا مدورة مع بعض، لكن المايسترو والبروفيسور بيدري جونزاليس لا يمكن الاستغناء عنه إطلاقا، ولا يمكن أن يخرج بالملعب حتى لو كان لحساب مين من لاعبي برشلونة. فمركز بدري هو مركز متأمن، اللاعب رقم 8 مستحيل يخرج بالملعب اللي هو بدري. هنا هيكون في عملية مدورة بين كاسادو وفرانكي ديونج. هانز فليك اتسأل عن جافي وعودة جافي والمكان اللي هيلعب فيه جافي، فهانز فليك قال ان جافي احنا هنلعبه في مركز 6 وفي مركز 8، فاحنا هنجربه في المركزين دول، وجافي مش هيبقى بيضغط زي المباريات مع لويس انريكي ومع تشافي هرنانديز. لويس انريكي منتخب اسبانيا، وديلافوينت منتخب اسبانيا، وتشافي هرنانديز برشلونه، مع الثلاث مدربين دول جافي كان دايما هو حجر الاساس في الضغط بتاع منتخب اسبانيا وبرشلونه بسبب الشراسه والحده بتاعته في الضغط العالي. فاحنا هنا ممكن نشوف جافي مكان بدري او في عمليه المدوره مع فرانك ديونج، لكن جافي لسه ممكن يبدا يلعب مباريات كامله اساسيه بدءا من المباراه الخامسه او السادسه ليه، لان جافي لحد دلوقتي خد دقايق في مباراه اشبيليه، خد دقايق في مباراه بايرن ومباراه ريال مدريد. تقريبا كده متبقي 4 مباريات وجافي يبدا يلعب بشكل اساسي، وممكن نشوف ده على منتصف الموسم كمان، لان هانز فليك هيكون حذر جدا مع جافي، لانه حجر من احجار الاساس في مشروع هانز فليك، ومن احجار الاساس في مشروع برشلونه فيما هو قادم. فجافي برشلونه هيكون حريص معاه جدا في ظل ان خط الوسط كامل متالق، وان مفيش لاعب من لاعبي الوسط مقصر في الواجبات، ولا الدفاعيه ولا الواجبات الهجوميه. ف
فبابلو تشافي في نفس الوقت من هيبدا ياخد دقايق بس على فترات طويله مع عوده داني اولمو. هتبدا المدوره بين اولمو وبين رافينيا اللي خد دقايق كتير جدا. كمان لامين يامال نفس الامر خد دقايق كتير، فيكون داني اولمو هو يا اما الرقم 10 يا اما المعوض لرافينيا في حاله الراحه او المعوض ل او المعوض ليلى من يمال برضو في حاله الراحه. في المباريات الكبيره بقى قطعا خط او تشكيله برشلونه عموما هتكون عباره عن انياكي بينيا في حراسه المرمى، خط الدفاع هيكون كوندي كوبارسي مارتينيز وبالدي، خط الوسط هيكون مكون من هيكون مكون من فرانكي ديونج وجافي اعتقد في الرقم 8 وبدري في الرقم 10، وهيكون المدوره بين داني اولمو او بدري جافي او بدري وفرانكي ديونج، ورقم 10 هيكون داني اولمو. خط الهجوم هيكون زي ما هو رافينيا ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي. فدي في رايي او توقعاتي لتشكيله برشلونه في المباريات القادمه واللي هتتمثل في مباراة سهلة بما ان المباراة الصعبة بالنسبة لبرشلونة انتهت تماماً.